قبل منامي مر ببالي وحي سؤال، لو أن لعمري ميزانا ما المكيال؟ فيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. السعادة، التفاؤل، الإيجابية والمحبة، كلمات تحمل في طياتها معاني العطاء لطالما تغنى بها الشعراء والفرسان والمؤرخين والأدباء، هي جزء من الفطرة الإنسانية السليمة. فالسعادة هي مبتغى وراحة الفؤاد، لذلك أدركتها القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، لتكون مشروع عمل. فالأسرة والمواطن والمقيم هما محور السعادة. السؤال الكبير، كيف السبيل إلى السعادة؟ ما الذي يسعدك؟ كيف يمكن أن تكون سعيدا؟ لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. سنقتدي بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عندما قال: إن وظيفة الحكومة هي تهيئة البيئة المناسبة لسعادة الأفراد والأسر والموظفين وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية في المجتمع. ستطلق هيئة الأوراق المالية والسلع فريق السعادة والطاقة الإيجابية. الجميع مدعو للانضمام وترشيح من يرى في نفسه الإمكانية على إيميل anasaeed@ska.ae. ضعوا يدكم بيد الفريق حتى نحقق السعادة معا في هيئة الأوراق المالية والسلع. في انتظار ترشيحاتكم. ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين، بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين. لا تسل الأيام متى أبدأ بالتغيير، الآن الآن فخير الوقت الآن يحين. بادر واستبق الخير ستسعد ذاك يقين. سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا، وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا.